طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ بقى إن شاء الله التراك الجديد، ماشي، اللي هو كام؟ 411 Administering Windows Server 2012. خلاص كده. طيب احنا خلصنا الحمد لله اللي هو 410، خلاص Installing and Configuring Windows Server 2012، وإن شاء الله هنبدأ النهارده ال Administering Windows Server 2012. دي حاجات Advanced، إن انتوا خدتوه كل ده قبل كده هتاخدوا حاجات جديدة، وهتاخدوا حاجات ايه يعني أقوى شوية من انتوا خدتوها دي، ماشي. وبعد كده هيبقى فاضلكوا ايه؟ فاضلكوا ايه؟ 412 اللي هو Configuring Advanced بقى، اللي انت هتاخده دلوقتي هتاخد منه ال Advanced وحاجات تانية إضافية طبعا، ماشي كده. طيب ان شاء الله هنتكلم النهارده الانترودكشن بتاعت الكورس بتاعنا ده. هناخد المانجنج يوزر ديسكتوب ويز جروب بوليسي، تمام كده. الميجول ده عند مايكروسوفت انا معدله شويه، يعني هو ايه مش واخد حقه، او فانا مزود عليه شويه حاجات ومظبطه شويه يعني، ماشي. يعني هو بيتكلم في الجروب بوليسي، انت اخر حاجه خدتوها تقريبا في التراك الثاني كانت الجروب بوليسي، وبعد كده الهايبر في، صح كده؟ كان رقم 13 تقريبا. هنا برضه هناخد حاجات ادفانسد في الجروب بوليسي شويه، هنشتغل عليها تاني. وجروب بوليسي كده كده اصلا هي معانا طول الكورس، يعني كل ما تيجي تعمل سيرفيس معينه عشان تطبقها على الناس كلها تحتاج تعمل ايه؟ جروب بوليسي على الناس دي، ماشي كده؟ بعد كده عندك حاجه اسمها المانجنج يوزر سيرفيس اكونت، المانجنج بقى اليوزر والكلام ده عندنا يعني. مينتيننج اكتف دايركتوري دومين سيرفيس، ماشي، هتتفاعل اكتر مع الاكتف دايركتوري. Configuring and troubleshooting domain name system اللي هو الدي ان اس ده بقى ادفانسد دي ان اس، مش انت خدت الدي ان اس قبل كده؟ هتاخد الادفانسد منه بقى، synchronization بالتفصيل اكتر شويه، ماشي. هتاخد حاجه configuring and troubleshooting remote access. remote access ده يا شباب يعني انا عاوز اخلي السيرفر بتاعي ده راوتر، عاوز اخليه يشتغل نت، ماشي. هشوف طبعا النت ده يعني ايه، عاوز اشغله حاجه اسمها في بي ان، انا قاعد في البيت وعاوز اكسس على الشركه بتاعتي، ماشي كده. هنشوف برضه حاجه الانستولينج وكونفيجرنج اند ترابل شوتينج نتورك بوليسي سيرفر، ماشي، حاجه اسمها ايه؟ ها نيبس، نتورك بوليسي سيرفر. وهنشوف حاجه اسمها الناب، امبلمنتنج نتورك اكسس بروتكشن، ماشي. النفس دوت عباره عن ايه؟ النتورك بوليسي سيرفر ده عباره عن سيرفر انا بحط عليه رول معينه، بقول مين يدخل ومين ما يدخلش، يعني حد جاي لي في بي ان مثلا، فانا اقول ده يدخل لي بالشروط الفلانيه او ما يدخلش. الناب بقى النتورك اكسس بروتكشن، لو اي حد دخل عندي في النتورك فانا عاوز اتاكد هل الجهاز بتاعه صالح ان هو يدخل على النتورك ولا لا. يعني ايه صالح؟ يعني هل مثلا الراجل ده عنده انتي فايروس ولا ما عندوش؟ طب عامل ابديت ولا مش عامل ابديت؟ طب لو هو مش عامل ابديت مش هيخليه اصلا يوصل للنتورك عندي، فمين مين السكيورتي يعني. هنشوف الفايل سيرفيس، احنا خدنا الفايل سيرفر قبل كده، عملنا شيرنج وحاجات كده بسيطه صح، والشادو كوبي وكده. هنشوف حاجه ادفانسد شويه منها، ماشي. وهنكونفيجر الايه الاوديتنج، ده ميديول هيبقى لذيذ شويه كده خفيف، يعني ازاي نوديت الاوبجكت، ازاي نوديت السيرفر، نشوف الايفنت، الحاجات دي كلها. بعد كده عندنا حاجة اسمها ايه؟ الديبلوينج اند مينتيننج سيرفر ايمج. عندي سيرفيس اسمها ويندوز ديبلويمنت سيرفيس، اللي انا مثلا ايه؟ اللاب ده كله انا عاوز اسطب له ويندوز مثلا. فاعمل ايه؟ اجيب سيرفر احط عليه النسخة دي الايمج دي، واقول للاجهزة كلها ايه؟ روح اعمل داونلود الايمج من هناك. فيسطب من خلال ايه؟ النتورك، ماشي كده؟ وفي الاخر هناخد حاجة اسمها الدبليو ساس. سيرفر وظيفته ان احنا نشتغل بيه ايه؟ بالابديت. يعني ايه؟ انت دلوقتي عندك 10,000 جهاز في النتورك بتاعتك، في اجهزه اكس بي واجهزه 7 واجهزه عليها اوفيس 2003 و2010 و13 وحاجات كتير، وعندك ويندوز سيرفر من 3 لغايه مثلا ايه 12، وعندك اكستشينج وشير بوينت، حاجات كتير كلها بتاعت مايكروسوفت كده. فانت المفروض الحاجات دي عشان تبقى كويسه تطلع تعمل ايه؟ ابديت، صح كده؟ طب هل ال 10,000 جهاز هيطلعوا مع بعض كده يعملوا ابديت على خط مثلا سرعته 8 ميجا؟ مستحيل، صح؟ فقال لك هتعمل ايه بقى؟ هنجيب سيرفر، السيرفر ده وظيفته هيطلع بالليل هو ومفيش حد في الشركه خالص، هياخد السرعه كلها يطلع يجيب الايه؟ الابديت بسرعه النت كلها براحته، يقعد يومين ثلاثه مفيش مشكله، يجيب لي ابديت كل الحاجات اللي انا حددها له. وبعد ما يجيبها عندي اقول للاجهزه اطلعوا خدوها من مين؟ السيرفر. طيب طب ما هي يقول لك بس السرعه بقت كام؟ سرعه النتورك 100 ميجا، او على حسب لو انت مشغلها على 10 100 1000 1000 ميجا. لو شغال فايبر
ايه لو شغال فاهم صباح الفل بقى. لا اطلع خد على طول بره. ماشي يا لا شباب. لو شغال بقى فايبر ده هيبقى فايبر جوه، بس انت بره اه بقى يعني بقول لك هتحتاج شبكة الدنيا عندك بتبقى سهله يعني، الدنيا بتبقى حلو. اللي هي ماشي 1000 ميجا بت. اه ماشي. حضرتك قلت ان في مديون من دول ما ارجو ما اكون بفتكر، في مديون من دول لو انا عاوز اخلي السيرفر راوتر اه تقصد بيها ان انا اطلع يعني اللي هي بدايه التي ام دي او معلش اه بالسرعه؟ اه الميديول دوت يعني التلاتة سيرفس اللي هتاخدهم فيه موجودين في التي ام جي. التي ام جي ده اللي هو السيرفر اللي هو الايه الثريت اللي هو مانجمنت زي جيت واي. كابلين وشبكتين. اه نفس القصه كده، انت عاوز اكنك انت عاوز تشتري راوتر دلوقتي بتاع سيسكو مثلا بس معكش فلوس، بس عاوز تراوت حاجه دلوقتي، فتعمل ايه؟ هات سيرفر ويندوز سيرفر، في السيرفس بتاعت الراوتنج اصلا بشغله اسا راوت، احط له كارتين نتورك، واحد من الرينج ده واحد من الرينج دوت، واقول له راوت. واضح؟ ده ان شاء الله الحاجات اللي احنا هناخدها ايه في التراك ده. التراك التاني يبقى فيه حاجات خاصه شويه بالسكيورتي، حاجات خاصه بالافيلابيلتي، هاي افيلابيلتي يعني الدنيا توقع الطيارة يخش مكان والكلام ده، ماشي كده في الاوفر وهكذا. هيتكلم شويه في حاجه اسمها سيرتيفيكت سيرفر، ماشي. هيتكلم برضه في الاكتيف دايركتوري بشكل متوسع، هيتكلم في الهايبر في، هنشوفه طبعا ان شاء الله. بس انا في وجهه نظري التراك اللي انتوا خدتوه قبل كده ده يعني ايه، يعني تعال اعرفك يعني ايه ويندوز سيرفر، ده معناه ايه؟ ما كانش في اي حاجه تانية يعني، اي حد يعني اشتغل في شركه او شاف اكتيف دايركتور قدامه يعرف يعمل كام الحلقه اللي احنا عملناهم قبل كده دول. احنا ما خدناش اي حاجه لسه، شغلك بقى بيبدا من دلوقتي. بس يعني هو لو ممكن تكون من تحت انا كده، بس لو في ممكن نجهز كيس ستادي يعني في ام واي تقول لنا احنا هننزل كام ماشين وعددهم ونعمل سيكس بي مثلا. لا هي مختلفة على حسب كل ميديول من دول، يعني في ميديول هنحتاج اتنين سيرفر، في ميديول مثلا يعني مثلا واضح في الجروب بوليسي هنجرب اتنين كلاينت مع سيرفر. يعني احنا نجهزهم عشان في المستقبل انا في البيت لو عاوز اتدرب على اي حاجة. لا هو طبيعي، الطبيعي بتاعك يبقى دايما يبقى عندك اتنين سيرفر واتنين كلاينت، ده مينيموم يعني. اه ممكن تعيش بيهم الدنيا كلها، يشمل كل الحاجات. اه انت بقى هتبدل عليهم بقى، ماشي يعني تنزل عليهم سيرفر بعد كده تشيلها تنزل التانية، مفيش مشاكل يعني. بس ده اللاب بتاعك مش هيزيد عن اتنين سيرفر، وربما تلاتة سيرفر دي يعني نادرة قوي لو جت اصلا. اه ماشي كده. هعمل اديشنال وهعمل مثلا مش عارف اه مثلا. اه لو انت عاوز تعمل بقى سيناريو كامل مش براحتك، مش مشكلة، اعمل بقى سيرفر زي ما انت عاوز، مش مشكلة تمام. بس هو عشان يعني معروف ان الناس ما بتعرفش تعمل لابات كتير في البيت، يعني مش هينفع تعمل تشايلد واديشنال وبيوند كتير. ما انت ممكن تجرب يعني تنزل مثلا الشايل تشوف قصته ايه وتشيله وتعمل ترجع للريستور لل هي بصوا يعني قصه التشايلد والكلام ده هناخده طبعا ان شاء الله في النهارده يعني في التراك ده. ما بتشوفوش انت بالشكل العملي للتشايلد والتري ده الا نادر جدا يعني، مش هتلاقي شركات بتعمل كده. هو ماكسيمم ليك هتلاقي الاديشنال او الريد اونلي دومين كنترولر. اه والاديشنال بطلوا يشرحوه في مايكروسوفت مش عارف ليه، بس احنا هنشرحه ان شاء الله. ده عشان في الام سي اي تي بي وخلاص على الرابط تاني. وما كانش بتشرح اصلا في الام سي اي تي بي، كان بتشرح قبل كده. انا شهر 7 سمعت ان هي خلاص. لا الاديشنال دومين كنترولر ده انا بتكلم على نوع الدومين، مش بتكلم على الشهاده. في انت عندك ريد اونلي دومين كنترولر وعندك الاديشنال، فاكرين لما كنت بنشرح البلاننج في الاول خالص، وفي تشايلد وفي تري صح كده؟ مش هيلغوه، ما يقدرش يلغيه طبعا، بس هو ايه؟ يعني بقى بيشرحه في الماتيريال، يعني انت عندك في الموك بتاعك ما بيشرحلكش اديشنال، بس بيقول لك هو يعني ايه اديشنال، بس مش بيشرحه، بس هو نفس الكلام يعني. يعني بالعكس اديشنال اسهل من ريد اونلي دومين كنترول. هو يمكن بيعمل كده عشان انت يعني ايه، يعني هو طبيعي لو انستراكتور عاوز ينجز الكورس مش هيشرحه لان هو مش موجود عندك طبيعي، بس هو شغله مهم انا شايفه كده يعني. مش باك اب اه اديشنال يعني واحد كوبي منه مش لما ده بيقع بيبالانس كمان بالانس بيشتغل لوب بالانسنج، ولو ده وقع طبيعي هو ده موجود. بتنقل الداتا حتى لو وقع خالص؟ لا مش لو حتى لو وقع خالص، لو انت عندك واحد بيوند، لو انت عندك واحد اللي هو البرايمري بتاعك وعندك الاديشنال طبعا ده هشرحه لكم ان شاء الله بالتفصيل، ولو البيوند وقع الاديشنال هيشتغل شويه بس هيقع بعد كده. اه بس لو ده وقع وانت ما لحقتش تاخدها حتى لو وقع خالص شويه لا ما تنفعش تاخدها. لا تاخدها والله من على الدوس تعمل لها، ما لازم ده يبقى لازم شغال، هتاخدها منه ازاي؟ شغال يعني بيقول لك افرض وقع خالص. لا ما هو وقع اه ما دام هو شغال وتقدر تاخدها منه يعني مثلا ما بيبقى
بيتجوزش مثلا بيخشش عن ويندوز سيرفر اصلا. لا ما تقدرش تاخدها، ما تقدرش. لا انا عند دوس. لا انا واخد الاوامر بتاعتها اللي هي بتكسب في الذاكره دلوقتي. هو انت ممكن تعمل مع الدوس، ممكن تعمل مع الجي اي، بس الدوس ايه؟ الدوس من داخل السيستم. يعني ازاي هتاخد حاجه من الاكتيف دايركتوري والسيرفيس مش قايمه؟ هتاخدها منها هتكلمه ازاي؟ ما ينفع. يعني لو جيت قلت له بينج هيرد عليك؟ امال هنقلهم ازاي؟ ما لازم يكون في كونكتيفيتي، لازم يكون السيستم قايم. ممكن جي اي بس هي ريكومندد بيعملوها بالكوماند. ممكن يكون الاكتيف دايركتوري مثلا باظ، الدومين باظ، لكن الويندوز سيرفر مثلا ممكن يبقى السيرفر قايم بس في مشكله ما تعرفش تنقل الخطوه دي. تعمل لك كاس من يجي وقتها هنتكلم فيها ان شاء الله، عشان بس الناس ما تشتتش. ماشي شباب؟ حد عنده سؤال استفسار معين عن التراك ده؟ تمام؟ طيب.